عليكم. مين بيخبط في الوقت ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ حضرتك مين؟ حضرتك عايزه مين بالظبط؟ حضرتك تلبستي الباب ليه؟ عمو حزنبل، عمو حزنبل. انا مش حزنبل حضرتك، انا حضرتك بدور على حزنبل في مكان تاني، انا مش حزنبل. يلا احكي لي حكايه البلبل. اوعيدي بلبل، حضرتك مختاره طائر غريب قوي، انا ما عنديش عنه اي تفاصيل. بسرعه حضرتك قولي لي عايزه مين بالظبط. انا عايزه ده. كله اللي ده؟ لا هو ده. كله اللي ده؟ انا عايزه من ده يا حزنبل، انا عايزه من ده. سمعت المرضى بكشف فيها في ثانيه واحده، دي بكيش عبيها خالص. ايه ده؟ طب بتعيطي ليه بس؟ في ايه بقى؟ هي الدنيا كده؟ لا لا لا، بقى هم الناس كده؟ لا لا لا، يا خسارة فرحتي، يا خسارة دمعتي. يا أما يا مين ياخدني تاني يرجعني لغرفتي؟ جيتي للشخص الصح. يلا اتفضلي اطلعي بره. تعرف الساعة كام؟ سيبني شوية يا عم حزنبل، يلا احكي لي حكاية البلبل. اليوم خلص. لا والنام يا عم حزنبل، يلا احكي لي حكاية البلبل. الساعة 2، اليوم خلص. طب انا هقول لأبلة كريمة. أبلة كريمة وحزنبل؟ حضرتك ده فيلم ايه بالظبط؟ حضرتك اتفضلي بقى اطلعي بره بدل ما اطلب لك الأمن، ممكن؟ انت نوتي. نوتي ايه؟ نوتي ايه؟ انت شغاله هنا ولا انت ايه بالظبط؟ ولا انت جيست؟ مش معقول. اعرف على الفندق كله، ده فندق كله مجانين وحالات نفسيه وتركيبات معقده، مش معقوله يعني اللي بتعملوه فيا. يا رب اعرف انام لي ساعتين. سبتي السماعة دي جات لي منين بس؟ صباح الفل، صباح الفل على ست الكق. ايه ده؟ قلب مدى لسه ملبس، احنا عايزين نلحق الفطار قبل ما يخلص وكده، مش هيبقى حلو خالص. بقول لك ايه يا حماده؟ قلب حماده، هو احنا بعد ما كنا قاعدين في الكافيه امبارح رحنا في حته؟ حته زي ايه يعني؟ مش عارفه يا اخي، ما انا بسالك. لا انا كل اللي اعرفه ان كل واحد فينا راح على اوضته وخلص الكلام على كده. مش كده برضو؟ الا بقى اذا كنت خرجتي بعدها. لا انا ما خرجتش في حاجه، انا جيت على اوضتي. خلاص يبقى ما خرجتيش الا اذا كنت خرجتي بعدها. اصلا انا صحيت من النوم لقيت السماعه دي في حضني. نهار اسود، ده ايه ده؟ دي سماعه الدكتور. امال سماعه الدش؟ طب خلاص ممكن يكون كان في دكتور قبل منك في الاوضه ونسي السماعه. تصدق صح؟ هو اكيد كده، ما هي بقى هتجيلي هنا منين؟ اكيد بدكتور نسيها. خلاص بالظبط، بس انت لازم بقى تسلميها للفندق عشان تخلي مسؤوليتك، عشان تبقي فعلا حلو خالص. ماشي خلاص، اخفى انت من قدامي دلوقتي لحد ما اشوف هتصرف ازاي. بس بقولك ايه، على الله تجيب سيره لحد. عيب يا ست الكل، انت عمرك قلتيلي على سر رونا ما قلتوش للناس. طيب شفتي بقى، الا اذا كنتي خرجتي بعدها. انا بقولك ما خرجتش ولا اتنقلت في حته. يلا سبقني على المطعم. طب يلا عشان نلحق الفطار، لو خلص مش هيبقى حلو خالص. لا انت اللي كده مش حلو خالص، وعلى الله تخلص الفطار. حكيم انا عارفاك هفاك. خلاص هروح حمامه، ولا اقول لك بالنسبه لنا يا ماما. لا كده مش حلو خالص، هتكوني خرجتي بعديها. لا 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 لا، خير يا دكتور؟ ادهم السماعه بتاعتي لاقي؟ بتاعت سماعه امجد؟ امجد صحي نوم، السماعه جنبه مش لاقي. لا ما انا مش واقف مع كريم ابن اختي. يعني ايه يا دكتور سماعتك تضيع؟ دكتور من غير سماعه يعني عسكري من غير طبنجه، يعني الاتي من غير كمانجه،
يعني طبيب من غير سرنجة، يعني ريسبشنست من غير حنكة. لا 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 بهزر حضرتك، انا محنك جدا. انت شخص غير محنك. لا انا محنك جدا جدا. ادهم انت ما عندكش حنكة. لا انا عندي حنكة. لا ما عندكش حنكة. انا مش فاهم يعني ايه حنكة دي اساسا يعني. لو عندك حنكة ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده، لان انا جاي لك عشان تساعدني مش عشان تقطمني يا اخي. سوري يا فندم حضرتك عندك حق. انا ثانية واحدة هسألك على السماعة الطبية في اللاست اند فاوند. لا يا سيدي استنى، انا ما سافرتش بالسماعة خارج البلاد. خارج البلاد يعني ايه؟ ما سافرتش بيها بره مصر. بره مصر فين؟ في اللوستا دي فلاوس. ايه؟ في اللوستا فلاوس. لوستا فلاوس؟ اه. وانا اللي بلا حنكه اسمه خالص يا دكتور، اسمه خالص. لوستا فاوند يعني مكتب ان وجد، ان وجد. سيبنا اتصل بيهم. يا رب. الو؟ اديني الشيف في المطبخ. لا يا ادهم انا مش جعان دلوقتي، انا عايز السماعه دلوقتي. يا دكتور احنا عندنا مكتب ان وجد فيه مشكله، فلما حاجه بتضيع وبيلاقوها بيحطوها في الثلاجه عشان ما تضيعش. طب كويس. السماعه تبقى في مكان محفوظ. بقى مصيبة كبيرة قوي لو نوسة أخدت من عندي السماعة امبارح بالليل من غير ما أخد بالي، يبقى أمجد فضح في دي حاجة لاجل. أمجد فضح في دي حاجة لاجل. يا ريتني ما ضعفت وفتحت لها الباب. لا يا دكتور، يا دكتور لو سمحت سيبني بقى أركز مع الراجل. الله. إيه يا شيخ؟ جرب بس عن سماعة أبيض اللون دكتور أمجد الهوية إن وجدت برجاء رسالة على مكتب حمام السباحة في الريسبشن. إيه؟ دكتور؟ إيه؟ ما فيش سماعة دكتور، في سماعة موبايل، تحب تشوفها؟ لو بلوتوث يبعتها. لو بلوتوث يبعتها. أدهم. نعم. احترم نفسك بقى. ليه؟ في إيه يا أخي؟ إيه يا دكتور؟ هتكشف على الناس بسماعة موبايل؟ يا دكتور هو أنت أساساً بتعرف تكشف على حد بسماعة عادية؟ ما تخليش أتكلم يا دكتور. معلش. نعم. بعيداً عن الحدة اللي إحنا فيها دلوقتي بخصوص السماعات. اتفضل. معلش. إن وجد ده شخص شغال معانا جديد في الفندق؟ حضرتك دكتور مش هينفع أغلط يعني، اتفضل اتفضل. اتفضل بجد، اتفضل اتفضل. اتكل على الله. ما تلعبش حاجه لو سمحت، ما تلعبش فيه لو سمحت. طب والله لما الاقي السماعه بتاعتك هبوظها لك. اها بس انت كمان. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. احنا النهارده في عيد. ايه ده؟ احنا النهارده في قسم العظام يا فندم. سناء دول لسه ما شالوش يافطه فرحنا يا سناء. مش بقول لك يا سناء انا لسه متفائل. صباح الفل عليكم. اجيب لكم كرسي متحرك ولا نقاله؟ ليه يا اخويا شايفنا مكسحين؟ لا لا سمح الله، بالراحه شويه، لا تتفكي 100 حته، ان انت واقفه سايبه عيني خالص. لا حاسب عندك احنا جامدين قوي. لا ده انتوا جيتوا في المكان الغلط. المستشفى اخر الشارع، هنا الاوتيل. يا سلام يا اخويا، ما احنا عارفين ان هنا الاوتيل. احنا اتكسرنا مش اتعمينا، احنا العرسان اللي كان فرحهم امبارح. سبحان الله، انتوا لسه عايشين؟ امال يعني متنا وعفريتنا جم مكاننا؟ عمرك شفت عفريت مكسور ولا سليم؟ الف مبروك، تعالوا تعالوا اتفضلوا معانا. الف سلام عليكم. الف لا باس. على مهلك. العصعوص بتاعي وجعني قوي. الف مبروك يا فارس. ايه نص وافقت على الجواز؟ لا لسه، بس العرسان بتوع امبارح وصلوا وعايزين يتجوزوا الليله دي. ودي حاجه حلوه يعني؟ اه طبعا، فرصه نجوزك انت ونوسه في الفرح بتاعهم. مش انت لسه بتقول انها ما وافقتش على الجواز؟ يا سيدي هتوافق هي، بس تدلع دلع مرق وخلاص. طب بقول لك ايه، ما بلاها نوسه وتعالى نشوف اي عروسه حلوه من المعازيم. حظك وحش يا فارس، فرح ده ارديحي ما فيهوش ولا حد من المعازيم. ازاي يعني؟ اهل العريس واهل العروسه كانوا راكبين معاهم الاتوبيس اللي اتقلب، نصهم الله يرحمهم ونصهم في العنايه المركزه. يعني ما فيش غير عروسه وعريس هم اللي طلعوا سلام؟ لا وراسهم والف جزمه يتجوزوا الليله دي. ده ايه قله الاصل دي؟ نعمل ايه يا سيدي؟ عرسان اخر زمن. لا 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 انا متشائم من الفرح ده. لا انا عايزك تتفائل وتجري تقابل نوسه تتفق معاها على كل التفاصيل. طب ونستعجل ليه يا غلاب؟ ما جايز حد من المعازيم يعيش، ننقي بقى عروسة حلوة كده جميلة طالعة من العناية المركزة. آه قلبي والله العظيم أنت اللي هتدخلني العناية المركزة. خلاص يا عدوي هات عربية إسعاف بسرعة. خلاص 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 يا عم خلاص ماشي اتجوزها. خلاص يا عدوي ما تجيبش عربية إسعاف. ألف مبروك يا فارس. مش هتبطل بقى الحركات دي؟ يا حسام أنت لسه تعبان؟ على فكرة صاحبي أنت فعلا مخك تعبان. تعبان وفاضي. خد دي هترتاح. اتفضل. هترتاح صدقني. مساء الخير، حضرتك دكتور أمجد؟ نعم يا اختي. ايه اصلا انا سألت في الفندق قالوا لي ان مفيش دكتور غير حضرتك. مفيش غيري. مش ضايع منك حاجة؟ ضيع مني جزء من كرامتي. لا كرامتك ايه؟ انا اقصد دي. سمعتي
كانت ضايعه مني. بقول لك يا نوسه ارجوكي ارجوكي ما تجيبيش سيره لحد ان هي كانت معاكي. معايا انا. طب معلش بس سؤال، هي السماعه دي جت في الاوضه عندي ازاي؟ شاية شاية وبتحبي الضحك بتهزري؟ اكيد خدتيها معاكي امبارح وانتي ماشيه من عندي بالليل. يا نهار اسود، بالليل ايه؟ انا كنت عندك هنا بالليل؟ لا لا ما تهزريش بقى، جرايه سندريلا صغيره على الحب وحزنبل والحاجات اللي بتحبيها دي. انا اسمي نوسه الشمسويه. سندريلا مين؟ شو سما سوريه؟ ايوه نوسه، نوسه الشمسويه. نوسه الشمسويه؟ هوبا يا عليكم يا فنانين، تضربوا حاجات ابيض هنا في الشعر وبتروحوا في شخصيات غريبه غريبه جدا. نوسه ارجوك اكتشفيني على فكره، انا ممكن اساهم معاكي في التمثيل ده. بصي قولي لي قولي لي انت عايزه تتجسدي في ايه؟ في شخصيه مين؟ وانا همثل معاكي يا رجاله. قولي لي اكشن. دكتور انا بتكلم بجد والله، انا مش فاهمه حاجه ولا فاكره اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. بجد؟ بجد والله ده كده مصيبه. طب تعالي تعالي اقعدي بقى. اشف عليا يا دكتور، يا رب استر يا رب استر. ها مرتاحه؟